لابد لنا هنا من الإشادة بالدول المضيفة للاجئين لاستضافتها أعداد كبيرة منهم وتحملها لصعوبات اقتصادية متزايدة، ومن جانب آخر فإن استمرار هذا الالتزامات من شأنه أن يضعف قدراتنا على الوفاء بدورنا الإنساني والتنموي. إننا ندرك أن الكارثة الإنسانية التي يعيشها عالمنا اليوم تتطلب أكبر جهود للمجتمع الدولي لمواجهتها بالعمل على إنهاء الصراعات ومظاهر القتل والدمار التي أصبحت ماثلة وعلى الدوام أمام أعيننا جميعاً.